أسس مركز الأبحاث عام 1965 كثاني مؤسسة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي السنوات الأولى من عمله ركز على بناء أكبر ذاكرة جمعية فلسطينية توثيقية عرفها التاريخ. فاقت 32 طناً من الكتب والوثائق والمجلات والإصدارات والأبحاث. عملية التوثيق الضخمة شملت الإنتاج المعرفي وتوثيق الأحداث اليومية وجمع الوثائق القديمة والمعاصرة المتصلة بالصراع العربي الصهيوني، إلى جانب تحليل شامل للموقف السياسي وكيفية التعامل معه. تعرض مركز الأبحاث للهجوم من القوات الإسرائيلية أثناء اجتياح بيروت، ليتم نهب محتوياته كاملة، ويتعرض للتفجير بسيارة مفخخة، ما أسفر عن 8 شهداء من موظفين المركز وشهيدين من الجيش اللبناني. في ذات العام تم استيراد الأرشيف المنهوب كشرط أساسي ضمن أكبر عملية تبادل أسرى في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة. اليوم يعاد إطلاق عمل المركز باستحداث أقسام جديدة واستكمال العمل الذي بدأ عام 1965 بخطوة أولى، هي مؤتمر مراجعة استراتيجيات الحركة الوطنية الفلسطينية، ليكون هذا المؤتمر سنة سنوية. الرئيس أبو مازن في 31/7/2016 قرر إعادة إحياء مركز الأبحاث الفلسطيني، وقام بتشكيل مجلس إدارة للإشراف على هذا المركز يضم الإخوة دكتور أحمد عزم، دكتور سميح شبيب، الدكتور سامي مسلم، الدكتور صخر أبو فخر، الدكتور إبراهيم براش، الدكتور أيمن يوسف، الدكتور عدنان ملحم، الدكتور حسام زملط، ودكتور محمد شتي. منذ اليوم الأول لتسلمنا هذه المهام قمنا بالبحث عن الوثائق التي علمنا أنها موجودة لدى دولة الجزائر الشقيق، وأرسلنا وفد إلى الجزائر، والجزائر بكل محبة وبكل عناية حافظت على هذه الوثائق وقامت بتسليمنا إياها، وهي الآن مودعة لدينا. هذه الوثائق هي بحجم حوالي وتقع في 117 صندوق بوزن 20 طن وبسعة حوالي 50 متر مكعب. نقول في هذا اليوم أن توجيهات سيادة الرئيس قد أخذناها على كامل محمل الجد، واليوم باسم أخي سيادة الرئيس وباسم إخواني الحضور نعلن عن إعادة إطلاق مركز الأبحاث الفلسطيني ليكون منارة للفكر والعمل الوطني، ونحن بهذا نكون قد سرنا على خطى الذين سبقونا من رجال الفكر والسياسة الذين قضوا شهداء من أجل فلسطين والذين لا زالوا أحياء. نكرمهم في هذا اليوم ونقول إذا ذهب المعلم تبقى المدرسة. مركز الأبحاث الفلسطيني مدرسة في الفكر والسياسة والوطنية، كان ولا زال وسيبقى.